يعرف الاقتصاد الأخضر إنه نوع من الاقتصاد الذي يعتمد على استخدام الموارد بشكل فعال، وده بيساهم في الحد من المخاطر البيئية الموجودة بالفعل والمتوقع وقوعها، وده اللي بدأت معظم دول العالم تتجه ليه وتشتغل عليه لأهميته طبعا في معالجة الآثار السلبية للتغيرات المناخية. للمزيد على العموم من التفاصيل معنا دكتور عمرو الحسيني، المحاضر في الهندسة البيئية والباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. برحب بيك. أهلا أهلا بحضرتك دكتور عمرو. يمكن إحنا دكتور عمر عفوا، يمكن إحنا كنا يعني دايما بنسمع إنه الاقتصاد الأخضر هو قاطرة جديدة للحفاظ على البيئة، ولكن بشكل مبسط إيه هو الاقتصاد الأخضر وإيه أبرز أنواعه؟ حضرتك دايما الأنشطة الاقتصادية في العالم كلها بتحاول إن هي تزود الدخل للدول والشركات اللي هي بتقوم بيها، ده كان المصطلح العام للاقتصاد. لكن الاقتصاد الأخضر بيحاول يعمل دوت نفس الفكر برضو، إن هو عايز يزود معدلات التنمية ويزود الدخل لكن من غير ما يضر البيئة، يبقى هو بيحاول يحقق هدفين في نفس الوقت، بحيث إن هو يطبق استدامة نوعية بصورة مؤقتة على الأقل. بحيث إيه؟ أنا عايز النهاردة يكون النشاط اللي أنا بعمله دوت يقلل انبعاثات كربونية، يبتدي يدور المخلفات اللي هي كانت بتضر البيئة، يقلل معدلات التلوث، يبتدي يلاقي حلول مختلفة تنموية سواء في قطاعات زي النقل والزراعة والبنية التحتية تاني بتكون صديقة للبيئة. يبقى الفكرة عندي هنا إن هو يكون اقتصاد بيجيب دخل وفي نفس الوقت مفيد للبيئة. طيب الاقتصاد الأخضر إيه الأنشطة المختلفة؟ إزاي ممكن يجيب يعني دخل للدولة؟ إزاي ممكن نستفيد منه؟ هل كل الدول تقدر إن هي يعني تنفذ هذه المشروعات الخاصة بالاقتصاد الأخضر؟ شيء سهل ولا محتاج بنية تحتية معينة؟ هو احنا فضلنا عقود بنحاول ان احنا نحقق المعادله الصعبه ديت، اللي هو ازاي نفيد البيئه وفي نفس الوقت يعني نقدر ان احنا نزيد الدخل او ان احنا نطلع ارباح من المشروعات الاقتصاديه المختلفه، لان التكنولوجيا اللي كانت موجوده في القرن العشرين على سبيل المثال ما كانتش بتساعد قوي في حاجه زي كده، كان دايما الخيار ما بين هل احافظ على البيئه او ما كانش في الاثنين مع بعض، او ان انا احسن المستوى المعيشي للمواطن، فكان لازم يكون في اولويات، وعلى اساسها كان طبعا الجزء الاقتصادي هو اللي بيغلب على الجزء البيئي. مع تقدم التكنولوجي ابتدى بقى في عمليه للدمج، بقى في مقدره نوعيه على ان انا اعمل الاثنين في نفس الوقت. يعني كان على سبيل المثال مثلا كان زمان لو عايز النهارده اصنع عربيه سياره علشان المواطن يتحرك بيها من نقطه لاخرى، ما كانش في عندي بديل غير السياره التي بتعمل بالوقود الاحفوري سواء كان بنزين او غاز طبيعي. مع تطور التكنولوجي بقى عندي وسائل وبدائل اخرى، بقى عندي ان انا استخدم السياره الكهربائيه وممكن يكون مصدرها اصلا من طاقه متجدده سواء كانت طاقه شمسيه او غيرها. فكان التطور التكنولوجي هو اللي ساعدني ان انا اعمل ده. طب هل كل الدول عندها القدرة على دوت؟ لا. ليه؟ الدول النامية على سبيل المثال تنقصها رؤوس الأموال اللي هي محتاجة تستثمرها في مجالات الاقتصاد الأخضر، ده جزء. والجزء الثاني الخبرة، ما عندهاش العلم الكافي والخبرة التكنولوجية الكافية اللي تخليها تقدر تعمل ده. طب دي نقطة مهمة قوي، يعني أنا هتوقف عندها، فكرة الخبرة التكنولوجية. وإحنا يمكن خلاص مؤتمر المناخ في شرم الشيخ هينعقد بعد أيام، وإحنا بنقول إنه أو معظم الخبراء بيقولوا إنه يمكن من أهم الأمور التي يجب أن تنفذ على أرض الواقع إن لم يكن هناك مساعدات مادية بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة، أهم حاجة يكون في أو هذه المساعدة للدول النامية أو للدول الإفريقية التي تعاني من هذه الانبعاثات بسبب طبعا الدول الصناعية الكبرى، هو إنه يكون في تبادل للخبرات التكنولوجية، يكون في تمويل للتكنولوجيا. هو برايك ده هنشهده الفتره اللي جايه؟ هو ده اللي يعني سيتم انتهاجه وسيتم طرحه خلال قمه المناخ القادمه، ده احد القضايا الاهم اللي هيكلموا فيها، ليه اولويات التمويل. وهل التمويل لازم يكون ليه صوره ماديه فقط ولا ليه صور اخرى بطريقه او الثانيه؟ يعني بمعنى في الوقت السابق كان معظم التمويل بيروح في انواع معينه من المشروعات، مش كلها بتفيد،
يعني النهارده ممكن اروح لاحد الدول الناميه وابتدي اديها مشروع انا قد اراه، انا مين الدول الصناعيه الكبرى اللي بتدي التمويل، قد اراه ان هو مفيد ليهم، ولكن على ارض الواقع هو غير قابل للتطبيق، لان ما عندهمش اصلا البنيه التحتيه اللي هتساعدهم فيه. كمثال ممكن اديلهم مثلا انظمه الانذار المبكر، طب انا هديله ازاي انظمه انذار مبكر وهو ما عندوش انترنت كويس؟ صح. او ما عندوش شبكه ميه وشبكه ري قابله على التطبيق مع هذا النظام. فقالوا طب لا، انا محتاج ان انا اغير الموضوع، مش بس ان انا اصرف فلوس عينيه على انظمه معينه، لا انا كمان محتاج ان انا ادي زي ما حضرتك بتقولي كده تبادل للخبرات التكنولوجيه، الموضوع برضو يعني بيتحسب باموال، المقدار بتاع التدريب. ولو سخرنا او تم تسخير كل الامكانيات العالميه الماليه لمواجهه التغيرات المناخيه، هل برضو هذه التكلفه يعني كافيه بالنسبه طبعا لميزانيه كل دوله؟ الرد الواقعي ان احنا تاخرنا كتير، تاخرنا سنوات. التغيرات المناخيه الخبراء بيتكلموا عنها من سبعينات القرن اللي فات، وللاسف احنا يعني عدينا للاسف نقطه اللا عوده، وفي دول لسه ما ابتدتش. الحمد لله مصر مش منها، مصر الحمد لله حاطه خطه جيده لحمايه مواطنيها من مخاطر التغيرات المناخيه، لكن في دول كثيره جدا في وسط اسيا وفي افريقيا وفي امريكا الجنوبيه لسه عندهم نفس الازمه ديت ولسه ما ابتدوش. فبالتالي التاخر كل سنه بيخليني محتاج اصرف اكتر من اللي كنت هصرفه لو كنت ابتديت بدري، يبقى كل تاخير بيزود التكاليف. فبالتالي النظره الواقعيه بتقول ان مهما يعني تعاونت الدول وقررت انها تبتدي تضخ اموال اكثر وتبتدي انها تحط اكثر، للاسف في دول تاخرها اضر بيها كتير جدا. احنا طب بالنسبه لمصر احنا فين؟ احنا واصلين لحد فين؟ مصر في اخر 8 سنين اعطت جانب مهم قوي في الاهتمام باولويات الاقتصاد الاخضر. بقى عندنا اكتر من استراتيجيه بيتم تنفيذها على نطاق كل الوزارات وكل الهيئات الرسميه، وفي دمج للقطاع الخاص مع القطاع الحكومي في قطاعات زي الطاقه المتجدده، قطاعات زي النقل، قطاعات زي البنيه التحتيه، كل دوت بصوره تفيد تاني الاقتصاد والبيئه. ده تاني حصل خلال اخر 8 سنوات. فاحنا النهارده بقينا رقم واحد في المنطقه بتاعت الشرق الاوسط في الطاقه المتجدده على سبيل المثال، وعندنا منافسه كبيره مع دول ثانيه حوالينا، ومع ذلك مصر قدرت تتفوق في وقت صغير جدا. دي تجربه بتدرس دلوقتي لما نيجي نبص على بعض اهم المشروعات. اتفضلي. اتفضلي يا فندم. لا يا فندم اتفضل. اهم المشروعات اللي هي متعلقه طبعا بالحفاظ على البيئه وبتخدم الاقتصاد الاكثر. احنا عندنا مشروع لتغيير منظومه المخلفات الصلبه في مصر. تم تقسيم الجمهوريه ل 150 اسف ل 300 منطقه، ال 300 منطقه دول ليهم 150 مصنع لاعاده تدوير المخلفات. احنا ما كانش عندنا التفكير ده زمان، يعني احنا كان عندنا مشكله ان احنا مش عارفين نجمع القمامه او المخلفات الصلبه، ده كان موجود زمان من كام سنه، مش من بعيد، ما بتكلمش عن اجيال سابقه، انا بتكلم عن الجيل اللي هو بيسمعنا دلوقتي مع حضرتك. النهارده بقاش عندنا مشكله المخلفات دي، لا احنا عندنا الفكر بتاع ازاي استفيد منها اقتصاديا. فبقت المشكله مش بيئه، لا ده انا بقى عندي ازاي اطلع منها ماده، فعن طريق التدوير وعن طريق التصدير. فده شيء، ده مشروع قومي مهم جدا تم تنفيذه. صحيح. في السنوات الاخيره. تاني ده جزء. الجزء الثاني، انا عندي النهارده في اسوان اكبر محطه توليد طاقه شمسيه في العالم، مش ليه بنبان بالظبط كده. عندي النهارده اكبر محطتين معالجه صرف صحي بهدف توليد طاقه منها، وهدف تدوير المياه اللي هي الصرف الصحي اللي طالع منها، وهدف معالجه الحمأة اللي خارجه منها واستخدامها في مصانع مختلفه. يعني عندي اكبر محطتين معالجه صرف صحي في العالم كله موجودين في مصر، بيطلعوا لي ثلاث منتجات مختلفه، طاقه وميه قابله لاعاده الاستخدام وحمأة بتخش في منتجات مختلفه. فلا، ففي امثله كتير. عندي قطار النقل الكهربي. المشاريع لو احنا ضلنا نرص واحده هحتاج اكتر من برنامج حضرتك، بس قصدي اقول إن طيب الاهم من كل ده وانه الدوله بالفعل اعطت اولويه زي ما حضرتك ذكرت، انه الدوله اعطت اولويه للاقتصاد الاخضر على مدار الثمان سنوات، ولكن هنا بقى المواطن اهميه يكون في وعي، لانه الحفاظ على البيئه هي مسؤوليه مجتمعيه وفرديه.
ولابد من تعزيز يعني هذا المفهوم، مفهوم المسؤول، المسؤولية البيئية أكثر عند المواطن، ده أهميته إيه؟ هو هذيك للاسف الشديد، ودي مش يعني مش 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 هلوم عليها المواطن لوحده، للاسف الشديد في مواطنين كتير لسه مش عارفين هو ليه بيتعمل قمه المناخ في مصر او ايه اهميه قمه المناخ. وللاسف في ناس كتير فاكراها يعني قضيه يعني رفاهيه كده للنخبه مثلا او حاجه زي كده. للاسف لكن تاني هو المشكله جايه منين؟ ان ده تراكم سنوات طويله من عدم ادراك هذه المعلومات داخل التعليم الاساسي والتعليم الجامعي بعده وهكذا على مدار أجيال كتير. نعم. أنت جيت لنا هذا الـ يعني الضعف البسيط في الوعي من ناحية هذه النقطة. ولكن الأمل في الأجيال الجديدة، الأجيال الجديدة عارفة أكتر، الناس اللي هي تدرس دلوقتي النهاردة في الجامعة لا عارفين إيه مشاكل التغيرات المناخية وعارفين ليه دوت مهم وعارفين إيه الحلول، يعني بيدرسوا اللي هو مثلا في كليه الهندسه بيدرس ايه الحلول التكنولوجيه اللي تقدر تحلله الموضوع دوت بحيث تاني يفيد الاقتصاد ويفيد البيئه. تمام. وبقيه الكليات بنفس الاسلوب عشان بس ما اطلش على حضرتك. لكن احنا افتقدنا دوت في الماضي، الحمد لله ان هو بقى موجود دلوقتي، لكن هياخد وقت على ما يقدر ان هو ينتشر ويخش في جميع الفئات العمريه مع الوقت. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور عمر الحسيني المحاضر في الهندسة البيئية والباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية.